طيب الجرعة الثالثة وده مهم جدا، هتمشي ازاي او بدأت النهاردة ازاي؟ بص يا فندم، هو الجرعه الثالثه برضو انا مش محتاج ان أنا اي تدخل من المواطن ومش محتاج اي اجراء المواطن هيعمله. اوتوماتيك السيستم هيبص على كل شخص عدى على الجرعه الثانيه بتاعته، على تلقي الجرعه الثانيه 6 شهور، اوتوماتيك هيبعت له رساله عشان يقول له توجه الى المركز الفلاني اللي هو نفس المركز اللي تطعم فيه الجرعه الاولى والثانيه عشان يطعم الجرعه الثالثه بتاعته. هياخدها من فبالتالي نفس المواطن مش اللقاح محتاج يعمل، ولا من لقاح تاني؟ احنا فتحنا ده على السيستم لاي نوع من انواع اللقاحات، مش شرط يكون نفس نوع اللقاح اللي هو الطعم بيه الجرعه الاولى والثانيه. فبالتالي انا مش محتاج من المواطن يعمل اي اجراء على الاطلاق، احنا بنحاول نسهل على المواطنين على قد ما نقدر. اوتوماتيك السيستم لوحده هيبعت الرسائل بيز على التاريخ اللي الطعم فيه الجرعه الثانيه، بعديها ب6 شهور اوتوماتيك هيطلع له رساله. طيب الناس، طيب نقدر نقول ايه، اللي مش عايزين مثلا يتطعموا الجرعه الثالثه وخلاص هم بتالي احرار يعني، ولو جم بعد كده عايزين ياخدوها هتدوها لهم ولا هيبقى ايه الموقف؟ والله يا فندم احنا في الفترة الحالية زي ما بقول لحضرتك هتروح له الرسالة، والرسالة دي برضو هيبقى لها فترة سماح، فترة السماح دي هتبقى 3 أيام زي الجرعة الأولى عادي جدا. مظبوط. فبالتالي مهم إنه يلتزم بده، لأنه مهم جدا إنه يطعم الجرعة الثالثة لأنها جرعة منشطة معززة، فبتقوي جهاز المناعة عنده بشكل أكبر، يقدر يعني يبقى يقف في حق صد قدام الإصابة بكورونا بشكل أفضل. فعشان كده الدولة بتحث المواطنين على الالتزام بالجرعة الثالثة، احنا بذلنا كل المجهودات عشان نوفر الجرعات دي، فطبعا مهم جدا المواطنين هم كمان يعاونونا بانهم يلتزموا بالتعليمات اللي بتجيلهم في الرسالة. فهيبقى بيروح له رسالة بتاريخ وبمكان يتوجه اليه عشان يطعم الجرعة الثالثة اوتوماتيك من غير اي اجراء، ولا هيسجل تاني ولا هيعمل اي حاجة. طيب باشمهندس عصام، المسافرين يعني حتى الان لسه برضو تحس ان في، مش عارف ليه يعني، جزئيه المسافرين دي يعني عند ناس معضله، فارجو حضرتك تقول لنا ايه الاليه الواضحه الصريحه القصيره للحصول على اللقاح بالنسبه للمسافرين؟ مشكله المسافرين الحمد لله اتحلت بقى لها مده طويله جدا يعني. حتى انا في الوقت الحالي وانا ببعت الرسائل عشان الناس المسافرين يطعموا يعني، في اماكن كثيره ما بقتش الاقي مواطنين مسجلين عشان ابعت، ففي بعض المراكز بتبقى فاضيه تماما لان انا مش لاقي حد مسجل عشان ابعت له. فبالتالي الحمد طب لله ممكن المسافر يروح على طول يطعم بدون رساله؟ ده بقى برضه التعديل الثاني اللي عملناه في المنظومه بقى لنا فتره، ان احنا سمحنا في اماكن كثيره جدا في كل مستشفيات وزاره الصحه، انا بتكلم تقريبا ما يقرب من 500 مستشفى، اكثر من 500 مستشفى زائد 380 مركز شباب على مستوى الجمهوريه، كل الاماكن دي ممكن تروح لها من غير رساله اصلا، سواء كنت مسافر او غير مسافر حتى، ممكن تروح من غير رساله اصلا، ممكن تروح حتى كمان من غير ما تكون مسجل على الموقع. تقدر تروح لهناك وهم هيسجلوك والرساله هتتبعت وانت واقف وهتطعم في نفس التوقيت وهكذا. طبعا الافضل انك تكون مسجل لان ده بيأثر الوقت اللي انت بتقضيه في مركز التطعيم. مظبوط. يعني لو حد جاي لي مسجل قد يكون عمليه التطعيم بتاعتك وتسجيلك هتستغرق 5 دقائق، انما لو انت جاي ومش مسجل هنسجلك احنا، بس ده طبعا هياخد وقت اطول عمل ما تيجي الرساله ويحصل عمليه التسجيل والرساله تيجي. بص يا فندم، موضوع الرساله دي احنا برضو عملنا حل لطيف جدا، لو انت بتتسجل جوه مركز التطعيم الرساله بتيجي لحضرتك وانت واقف، وكاننا لغينا الرساله تقريبا. ليه؟ لانك اوريدي عندنا في مركز التطعيم بالفعل. فعملنا تعديل بشاشه اسمها شاشه التسجيل السريع، دي بتعمل كل حاجه في نفس الوقت، يعني مدخل البيانات، الفرق اللي واقفه مع حضرتك، بتسجل لحضرتك الرقم القومي بتاعك، اسمك، رقم تليفونك، اختصرنا كمان حجم البيانات اللي كانت بتدخل لاقل حجم ممكن. اول ما بيدوس حفظ، الحفظ دي بيسيف بياناتك وبيبعت لك رساله وبيجهزك للتطعيم، كل ده في خطوه واحده. فطبعا ده وفر وقت التطعيم بشكل كبير، او وقت التسجيل في عمليه التطعيم بشكل كبير، نزلت من حوالي 7 دقائق مثلا الى ما يقارب دقيقه، دقيقه ونص. والله يا باشمهندس ايسم، يعني يعني المركز او قسم تكنولوجيا المعلومات في وزاره الصحه، او اداره تكنولوجيا المعلومات في وزاره الصحه، واللي حضرتك بتعمله والفريق بتاعك، والله بتبهرونا يعني، حقيقه مش مجامله بصراحه يعني. احنا بس بنحاول، حضرتك عارف انه كل توقيت وكل ظروف ليها استراتيجيه. في البدايه كان عندنا جرعات قليله، فبالتالي كان لازم نتبع الاولويات. صح. مين الاولى ناخد تطعيم ثم مين ثم مين ثم مين، وبعدين الجرعات بقت اكتر،
فبالتالي ده سمح لنا ان احنا نتوسع في التطعيم وما نلتزمش فقط بالفئات الاولى بالتطعيم، لا نطعم بقيه الشعب كمان. ثم انتشرت مراكز التطعيم الى ان وصلت اكثر من 2100 مركز على مستوى الجمهوريه، فابتدينا نتوسع اكثر لدرجه ان احنا خلصنا قوائم الانتظار. يعني الحمد لله احنا قضينا على قوائم الانتظار ما يقرب من شهر ونص شهرين دلوقتي. في احيان كتيره لما بنيجي نبعت رسائل زي ما بقول لحضرتك من شويه ما بنلاقيش ناس عشان نبعتهم في بعض المراكز يعني. طيب هل ده وانا عارف دي اي نعم مش اختصاص حضرتك واحنا نحترم طبعا الاختصاص، ولكن هل ده ممكن يكون يعني سبب لمد فكرة الجرعة المعززة لخارج الثلاث فئات الأمراض المزمنة والكوادر الطبية وكبار السن، فبالتالي ممكن أنا بشكل شخصي أنا تقريبا عدى عليا 6 شهور بتوع الجرعة الثانية أكيد هبقى محتاج جرعة معززة، هل أنا وملايين زيي هل ممكن بالتالي يكون قريبا الجرعة الثالثة المعززة مفتوحة للكل؟ طبعا وارد جدا أن يبقى قريبا مفتوحة للكل، بس برضو خلي بالك من حاجة تانية. أنا بقول لحضرتك أنا ببعت لكل اللي عدى على تطعيمه الجرعه الثانيه 6 شهور. لو حضرتك تفتكر احنا اول ما ابتدينا بالثلاث فئات دول. فبالتالي طبيعي ان انا لما اجدد الثلاث جرعات دلوقتي بعد مرور 6 شهور على الجرعه الثانيه، لما ادي الجرعه الثالثه دلوقتي يبقى اكيد هبقى بستهدف فيها نفس الفئات اللي انا ابتديت بيهم. الاولى. لان هم دول اللي اتطعموا في مثل هذا التوقيت. مظبوط. من 6 شهور فاتت. صح. فاهم حاجه قصدي؟ فبالتالي هتمشي بالشكل ده، وطبعا مع توافر اللقاحات يعني ده هيخلينا نقدر نمد مظلة الجرعة الثالثة لبقية الفئات الغير معرضة للإصابة أو غير معرضة لآثار سيئة يعني نتيجة الإصابة. يعني مدوا اعتبروا 40 سنة يعني أو كبار السن من سن 40 سنة عشان أكيد في ناس كتير عايزة تطعم يعني. هو طبعا زي تاخد الجرعة الثالثة يعني. كل توقيت بيبقى له الياته وبالتالي ليه استراتيجيه جديده، وبالتالي احنا بنعدل المنظومه طبقا للاحتياج. عشان كده هتلاقينا كل يومين ثلاثه بنضيف حاجه جديده على المنظومه. متاكد ندعم الوضع الحالي بقى اللي بقينا فيه على الارض. متاكدين. شكرا جزيلا مهندس ايسم صلاح الدين مستشار وزير الصحه لتكنولوجيا المعلومات، شكرا جزيلا لحضرتك.